ترشحنا لأننا نعتقد أن هذه الانتخابات هي فرصة تاريخية نحدث من خلالها التغيير الذي يتمناه كل جزائري وجزائرية، سواء كان بداخل أو خارج الوطن. فكرنا في الترشح لأننا كذلك نرى أن الأوضاع التي تمر بها البلاد سيئة للغاية، سواء على البعد الاقتصادي بأبعادها الثلاث، اقتصادي والسياسي والاجتماعي. فاعتقدنا ونعتقد جازمين أنه من واجبنا أننا نبذل جهدنا حتى نخفف هذه الأعباء على وطننا الحبيب